بقولك ايه؟ عايزاكي تعملي ان انت مديرتي اللبنانيه من الشركه المالتي ناشونال اللي انا شغاله فيها، وتقابلي مامي وتقولي لها ان انا احسن محاميه اشتغلت معاها في حياتك. ايه ده؟ ايه كل الافلام دي؟ ايه يا رندا؟ هو احنا مش كنا اتفقنا ان احنا هنتعامل معاها بشكل مختلف وانك هتقنعيها ان هي دي حياتك؟ ايوه ماشي، ان شاء الله هي هتتقبلها بعدين، بس مش دلوقتي. فمعلش عشان خاطري، ممكن ما هو في حل اسهل ان انت تقولي لمامتك الحقيقه وتخلصي. معلش يا ستي، هي مش هتقتنع دلوقتي، خلاص هي مش حابه حياتي، مش مشكله، ريحيني ممكن لو سمحتي. طب حتى لو انا وافقت بذمتك ده منظر واحده لبنانيه يا ستي؟ مش دي المشكله، مش دي المشكله خالص. سهله خالص. ادي لبناني، بصي لي ادي منين اللبناني؟ مش مشكله، سهله والله. بصي اهو، انا لا هدي ولا هاخد لبناني خالص يا ستي خالص. اهو خدي دول كده، كلمي اي ميك اب ارتست قولي لها تظبطك، قولي لها انا عايزه ابقى لبنانيه. دول يخلوني ابقى لبنانيه وجزائريه ومغربيه. طب ممكن اعمل شخصيه؟ لا مش ممكن. ها؟ موافقه. قابلها امتى؟ هبعت لك كل حاجه، هبعت لك المكان والوقت وكل حاجه على واتساب، ماشي؟ طب ما ينفعش ابقى؟ ما ينفعش. حبيبتي بسبوسه. ماشي، باي باي. انا كان نفسي اعمل شخصيات ثانيه برضه. وين هي؟ اتاخرت. معلش، هي اكيد بتركن عربيتها، صح؟ لازم تلاقي ركنه كويسه قوي للعربيه، العربيه غاليه جدا. مديره بقى وغنيه وكده، انت فاهمه طبعا. حبيبتي برافو. اكسكيوزي موا، اسفه على هالتاخير. ساعه لا اصف؟ ساعه؟ عشقه زحمه سير. يا ربي شو هالشوب؟ بدي اخرج من ثيابي بس ما اقدر لابسه على اللحم. يا الله على هاليوم. اعرفكم ببعض، مدام جولي. ماما ديالا. يا دي امك؟ دي اختك الصغيره. شو هالقد، شو هالرقبه، وشك كتير رايق. شو بتحطي، مربى؟ حبيبتي تسلميلي. بدي اعرفك على حالي، جولي شحرور من لبنان، من الاشرفيه. انا جيت من لبنان عشان اشتغل في الشركه الكبيره اللي بنتك بتشتغل فيها، بس الفرق ما بين بنتك وبيني ان انا المديره بتاعتها. ايه هسه كانت عم تحكي لي قديش بتحبك، انك احسن مديره اشتغلت معها، بس بالله ست جولي احكي لي، انت ربيتي ببيروت؟ بي من بيروت، امي من بيروت، جدي من طرابلس، جدتي من صيدا، جدي تجوز واحده تانيه من المنطقه الغربيه. ايه بس لهجتك كثير غريبه. جيراننا كلهم مصريين، ربيت معاهم، لعبت معاهم، خرجت معاهم، اتفسحت معاهم، على الجبل خدوني وزحلقوني. شو مهضومين المصريين، احبهم كثير كثير كثير. قولي لي. بعرف ست ام رندا، ما بدي أكب حالي على الترابيزة، ما بدي أشتكي لك همي، بس في الشركة الكبيرة ما بيقدروا مجهوداتي الكبيرة ولا بيدوني حق السالري بتاعي. اكسكيوز موا، عن جد هذا ظلم. عن جد هالحكي؟ أنا بعرف إنكم عم تشتغلوا بشركة كبيرة. شركة كبيرة ما بتقدر المديرة الكبيرة. الشهرية بتاعتي قد يومية عامل سيخ شاورما بمير مخيل. شو هالحكي؟ مش معقول. ما بتقبضوا بالدولار؟ ما بنقبض بالدولار ولا بالسولار، بنقبض بالمليم، بنقبض قد لقمتنا، بيقبضونا شهر ويسيبونا شهر. معقول؟ طب ليش قاعدة؟ شو في شغل تاني؟ هون بالإسكندرية ما في شغل. اتركي اسكندريه وروحي على القاهره، اقول لك روحي بلد تاني. بس هم ما بدهم يتركوني، مسكين في تيابي، مسكين في ديلي. تقولي الفانوس السحري، تقولي لا احقق لهم احلامهم. قصدها يعني يا ماما ان هي ما تقدرش تسيب فرع الشركه هنا في مصر علشان هم معتمدين عليها جدا في كل حاجه. واضح. ست ام رندا ديالا، ست ديالة على راسي، على راسي، والعزومة دي على شرفك يا ست الكل. بدي أقول يا رندي ولا ما كتر عليها؟ أنا رأيي نطلب بقى حاجة حلوة ناكلها دلوقتي. ما بيأثر، بناكل وبنشرب وبنرقص. بستأذنكم رح فوت على التواليت. أوكي. اتفضلي، كله على شرف ست أم رندا.
شو هالجمال، شو هالقد، شو هالرجلين. ايه ايه الست هتقعد تكفي على وشها؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تروحي وراها الحمام، تعسها في الحمام احسن. امك وبدلعها. بتدلعي مين؟ احنا مش متفقين ان انت هتيجي هنا تتكلمي عني انا، مش عشان من شكلك انت وبلاويك انت. بقول لك ايه، اللي زي امك دول انا فاهمهم كويس قوي وحافظاهم كويس. هتفضل تزلك تزلك بكل جميله عملتها لي. سيبها لي احطها في الحيطه كده وازنقها واوقفها عند حدها. تصدقي هتعيش حياتها كلها تزلني بالقعده دي. انا غلطانه ان انا جبتك معايا. ما بيأثر. نورتوني يا ولاد، اتفضلوا يلا كلوا. حلو. ميرسي يا طنط. بالهنا. ميرسي. قولي يا عمرو، هو انت وهند مخطوبين بقالكوا زمان؟ ايه؟ لا انا لسه متعرف عليها امبارح. بطل هزار، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بتكلم بجد. بقول لك ايه؟ زي ما اتفقنا يا عمرو، البيت بيتك يا حبيبي، وانا واخواتك هنبقى مستنيين على طول تيجي. فعلا. قولي لي يا هند، هو انت بقى بتدرسي ولا بتشتغلي؟ هو ما ينفعش الواحد يدرس ويشتغل في نفس الوقت؟ بس غريبه يعني، انا كنت بعمل كده وانا في اعدادي. لا طبعا انا ما اقصدش، بس انا بتكلم يعني عشان هي بنت. وبعدين انت من صغرك بتحب تشتغل، وخليك فاكر انا وانكل رأفت ياما تحايلنا عليك نصرف عليك لغايه ما تخلص تعليم انت اللي رفضت. صح صح، فيك الخير، الف شكر. ايه يا ولاد مالكم؟ ما تتكلموا مع اخوكم شويه، هتفضلوا ساكتين كده؟ خليكم بقى ماسكين البتاع اللي في ايديكم ده، خليكم بقيتوا شبه الزومبي. دمها خفيف، بينما ماما ما بتعرفش يعني ايه زومبي اصلا. من وقت ما بلشت الكيتو صرت سايز سمول، رجعت زي ما كنت زمان. والله يا حبيبتي كنت رح اقول لك تبلشي، بس عرفتك ما رح تعرفي تقاومي الاكل، رح تحشي الساعه 2 الصبح. مسكينه. حسنا انا محتاجه اخس يعني؟ لا ابدا حبيبتي، بالعكس انا شايفتك ضعفانه يعني من وقت ما جيتي لهون. الظاهر ان المرتب تبع القاهره كان كله بيروح على الفاست فود. رح افوت على الحمام. الو بوسينة، مش هتصدقي مامي قالت لي ايه دلوقتي؟ قالت لي انها حاسه ان انا خسيت قوي من ساعه ما جيت اسكندريه. انت عارفه ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي كده رضيت عن قراري. مبروك، الف مبروك. ولما مامي رضيت عن القرار علقت لك ستيكر هنا حمرا على اورتك. في ايه يا بوسينة حبيبتي؟ ما تفرحي لي، يعني صعب قوي انك تفرحي لي. اتبسط لك ليه؟ وانت طول النهار وليه بتكذبي على مامتك علشان تعجبيها؟ مامتك عمرها ما عاملتك انك صاحبه قرار، بتعاملك انك عيله قاصر. طب اقفلي 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 عشان هي جايه. اقفلي. حبيبتي جبت لك هديه. ايه ده؟ بمناسبه ايه؟ عادي، بمناسبه انك بنتي. ايه ده، كريمات للتجاعيد؟ شوفي حبيبتي بصراحه انا شفت الصور اللي عم بتنزليها، رقبتك وعيونك مليانه تجاعيد، ما بيصير. لازم تديري بالك على بشرتك حبيبتي، خصوصا انك لسه ما تجوزتي. قولي لي كم لتر مي بتشربي باليوم؟ 12. كتير حبيبتي، ما بيصير، غلط. وبعدين مش مبين عليكي. شوفي انا حاخذ لك موعد مع دكتوره تجميل تبع ماهي بنت سريه قرايبنا بعمان. أسبوع واحد عملت فيس ليفت وتجوزت. لا أنا هجرب الكريمات دي كلها، لو ما نفعتش هبقى أقول لك. بس أقول لك بقى على حاجة، أنا كمان جبت لك هدية. عن جد؟ شو المناسبة؟ مناسبة إنك مامتي. ولك رندا، صرتي بتشبهيني حبيبة قلبي. أنا كثير إكسايتد، شو هذا؟ شو هذا وليد؟ شو هذا يا رندا؟ فستان. أنا بعرف حبيبتي إنه فستان، بس يعني شو هو؟ شو البراند يعني؟ لا مش براند، أنا جايباه من بوتيك هنا في اسكندرية، مفيش ال يعني الهاي إند براندز بتاعت القاهرة، بوتيك ستور كده. مبين عليه. مش عاجبك؟ لا ما قلت إنه مش عاجبني، بس يعني لازم أقيسه. رندا؟ جايبتي لي لارج؟
ليه ما عم بتردي؟ اوعي يكون شو اسمه. لا لا لا، ده شغل، ده كلاينت عندنا هشام شكري، كلاينت كبير قوي، رجل اعمال، بس انا يعني في اجازه يعني ما يصحش كلمني دلوقتي. انا شو علمتك؟ الستات اللي زينا ما عندهم اجازه، وبعدين يعني اكيد هذا جنتلمان يعني. حاضر، معك حق، هكلم. أستاذ هشام مساء الخير. معلش أنا آسفة، أنا كنسلت على حضرتك، كنت في الحمام. النهاردة؟ لا، هو بس علشان الأجازة وكده، فأنا مامتي عندي. طيب لا خلاص خلاص، مفيش مشكلة، تمام، ممكن آجي طبعا. فين؟ خلاص مش مشكلة، مسافة السكة هكون عند حضرتك. خلاص تمام، أوكي، مع السلامة، باي باي. برافو حبيبتي. ما هو برافو، بس أنا دلوقتي لازم أنزل بقى، معلش. بصير أروح معك مش هيك؟ تيجي معي فين؟ عايز تيجي معي ميتنج؟ وش فيها يعني؟ ما أنت قلتي له أمي معي. قولي له مامتي حبيبتي، ما قدرتش أسيبها لوحدها. ماشي، أوكي. رندا، ما قلتي لي مطلق ولا متجوز؟